معانا النهارده في موقع في الجول، منورنا ومشرفنا نور الدين ولد علي المدير الفني السابق لمنتخب فلسطين. اهلا بك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. السلام عليكم أخي، نحييك ونحيي كل المستمعين ومشاهدين الحصة تاعك في الجول، وأنا متشرف نكون حاضر معكم في الحصة هذه، وإن شاء الله تكون الحصة شيقة ونفيد ونستفيد إن شاء الله. شرف لنا يا كابتن وجودك معانا. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك بعد الانجازات اللي انت عملتها مع منتخب فلسطين، سواء كمدرب مساعد او مدير فني لاكثر من 9 سنين مع منتخب فلسطين. ايه اسباب رحيلك عن المنتخب الفلسطيني؟ أول شيء هذا شرف لي، كنت خدمت يعني الكرة الفلسطينية والرياضة الفلسطينية. قبل ما نتحدث على الأمور اللي خلاتني نترك المنتخب، هي أنه مضيت يعني قولوا بين 8 سنين و9 سنين أحلى أيام تاعي في بالنسبة لكرة القدم وكمدرب. يعني باش نجاوب على السؤال تاعك، يعني في أمور شخصية عائلية خلاتني أني نترك هذا المنتخب. يعني في كانت ضرورة عائلية اللي تركت هذا المنتخب بعد اللي قضيت فيها أكثر من 3 سنين على راسي الاتحاد ونخدم الرياضة الفلسطينية. بالنسبة للبطولة العربية، شايف المنتخب الفلسطيني ازاي؟ طبعا في مجموعة صعبة بتضم المغرب والسعودية، شايف ازاي المنتخب الفلسطيني الفترة الجاية؟ هي شوف، كل حاجة يعملها المنتخب الفلسطيني في آخر نقوله في آخر 10 سنوات أشياء استثنائية، يعني الظروف اللي عايشها الفلسطينيين والظروف اللي عايشها الرياضة الفلسطينية وكرة القدم على الأخص. يعني أنا نعرف كيف التحضير تاع المنتخب مش سهل، بالنسبة لانتقاء اللاعبين نجيبوا اللاعبين، بالنسبة للسفر مش سهل، يعني مش أمر هين أنه تدخل منتخب فلسطين كأي منتخب في العالم، لكن كل مرة يجتهدوا، كل مرة نكون كل عندنا أهداف شين يعني المشاركة تكون إيجابية، وفي آخر في خط في آخر الخط تكون المشاركة تكون يعني إيجابية 100%. يعني بالنسبة لك تحكي على كأس العرب، فلسطين يشارك من أحسن 16 فرق في العرب، هذو يعني أشياء إيجابية بالنسبة لكرة القدم الفلسطينية. يعني باش هنا يوري أنه وصلت يعني مرحلة، مش مرحلة عالية باش مرحلة جد متقدمة بالنسبة لكرة القدم، مقارنة اللي رانا نحكيه على العرب اللي هي من أحسن 16 فريق، وبالنسبة في آسيا هي مرات تكون بين 12 و16 أحسن فريق في آسيا. أنت شايف حظوظ المنتخب الفلسطيني في البطولة يوصل لفين؟ هل قادر إن هو يتخطى دور المجموعات ويصعد لأدوار نهائية، ولا بالنسبة له هيكون دور المجموعات تمثيل مشرف؟ مجموعة فلسطين هي جد صعبة، واحد ما يقولش إنه راهو رايح حاجة رايح في مهمة سهلة ولا راهو رايح في نزهة. يعني نعرف أنا لاعبين الجيل هذا، نعطيك مثال تاع كأس آسيا آخر كأس آسيا كان بدنا فوز، يعني نقولوا نقطتين باش نتأهلوا للدور الجاي الدور الثاني. يعني هذا النقص هو ممكن نرجعه نقص الخبره اللاعبين في المجال، يعني الاسيوي كان اكثر لاعبين كانت اول تجربه لهم. بالنسبه للكاس العرب الامور مختلفه، نقول 80% من اللاعبين اللي مشكلين المنتخب الفلسطيني عندهم هذا الخبره الدوليه، ولازم يتعاملوا بمباراه ما يكبروش الفريق. يعني احنا نجربها انا مع المنتخب انه نحترموا كثير الفرق اللي نلعبوا ضدها. كل مره نحكوا لهم انه انتم اعطوا شخصيتكم، اعطوا شخصيه للاعب الفلسطيني ولا المنتخب الفلسطيني، بس ال يعني القيمه تاع اللاعب تاع المنتخبات اللي لعبوا ضد فلسطين يحترموهم اكثر. يعني هذا لازم تروح الند. يعني
هذه الأمور إذا تعدوا هذه الإشكالية ممكن يعملوا يكونوا مفاجأة. بعد النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة في السنوات الماضية للمنتخب الفلسطيني، هل أصبحت المنتخبات الآسيوية تخشى مواجهة المنتخب الفلسطيني؟ تعطي له قيمة، تقيم كثير هذه المرة المنتخب الفلسطيني. نحكي لك أنه لعبنا مباريات كثيرة ضد فرق في المستوى العالي، لقينا إلا الشكر ولا لو الاحترام من طرف المدربين اللي لعبنا ضدهم. لك أحسن مثال، نعطيك أمثلة كثيرة اللي كنت فيها في الجيل اللي كنت فيها أنا على رأس المنتخب، فيها منتخب إيران، في منتخب الصين على رأسه مارتشيلو ليبي، في منتخب العراق اللي كل مرة كان يطلب يلعب ضدنا، يعني ما خسرناش بنتائج كبيرة، عملنا نتائج مليحة ضد أوزبكستان اللي كان من أحسن الفرق في آسيا، اللي هو نعتبر من توب 4 ولا توب 6 الفرق المنتخبات في آسيا، يعني ربحناهم. والسعودية كنا قادرين نربحهم في فلسطين، تعادلنا في الإمارات بالطعم الفوز، ربحنا سلطنة عمان في فلسطين. يعني يقولوا في آخر 5 سنوات ولا آخر 6 سنوات اللاعب الفلسطيني بدأ يطلع من القوقعة تاعه هذيك تاع اني نروح باش نشارك، لا روح تنافس، خلاص الوقت المشاركة خلصت اليوم عليه. كل مرة كنا نحكوله روح نافس بالإمكانيات تاعك، يعني إذا نجحت مليح، إذا ما نجحش زيد عاود راجع نفسك واشتغل أكثر. طيب من وجهة نظرك حينما كنت مديرا فنيا للمنتخب الفلسطيني، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه اللاعب الفلسطيني في الاحتراف؟ يا أخي الناس كلها تعرف إنه فلسطين هي تحت الاحتلال اليومين هذا، يعني كل حاجة ما راهيش تحت يده بالنسبة للأمور البنية التحتية بالنسبة للرياضة. المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم الأخ جبريل رجوب رئيس الاتحاد، الله يعينه في كل شغل يعمله باش تبني ملعب، باش تعمل باش تجيب أجهزة، باش تجيب أغراض رياضية. هذه كل أمور صعوبات الناس ما تحسهاش، يعني رانا في القرن 21. نحكي لك في مصر تقول لي عندك مشكل تاع كرة باش نجيب كرات، تقول لي مستحيل. لا، هو في 2021 في الألبسة وفي الكرات في العتاد فيه مشكل في بالنسبة لفلسطين، وكذلك بالنسبة لتكوين الأطر الرياضية، يعني باش يجيك محاضر ولا يجيك أي واحد مرة فيه صعوبات. يعني هذا روي يوقف التطوير تاع الكوادر، إما الفنية أو الإدارية أو التحكيمية، يعني كل شيء مرتبط. وبالنسبة لآخر شيء يا أخي، الأمور اللي كنا نعانيهم كثير أنه في السفريات يعني باش نعطيك على سبيل المثال، أنا كنت لسه رايح أسألك الصعوبات اللي تواجهك كمدير فني في فترة الإعداد تعد لبطولة جديدة، كانت إيه الصعوبات اللي بتواجهك؟ نحكي لك على السفر، نعطيك مثال على السفر. مثلا المنتخب الفلسطيني باش يسافر يطلع من فلسطين بده اربع حدود، يطلع الحد الاول الحدود الفلسطينيه، يعني عند الحدود الخصم تاعو مرتين، وبعدين يدخل عند الاردن، وبعدين يطلع من الاردن، يعني عنده 4 ولا 5 حدود، وهذه بها تكلفة وهذه فيها تعب. عندك نقوله بين 12 و 14 ساعة تطعم هذا المأزق، عندك سفريات أخرى، سفريات تعرف أنه سفريات في آسيا مش سهل، مش الشيء الهين، يعني سفريات في آسيا الشرقية ولا جنوب آسيا عندك أقل شيء 12 ساعة 14 ساعة سفر، يعني الأمور هذو متعبة، صدقني بالنسبة المتعبة. بالنسبة لي راك تحكي التحضير تاع المنتخب الفلسطيني، يعني عارف أنه للطاقم الفني على راسه الاخ مكرب دبوب والاخوه فهد عتال والشربجي واياد فلنا، يعني عارفين انه عملوا برنامج، يعني البرنامج اللي لعبوا اظن عملوا مباريات وديه، واليوم اظن عاملين المعسكرات الداخليه تساعد اللاعبين خاصه المحليين. كنت شايف ازاي الفوز التاريخي على منتخب اوزبكستان وتسبب في رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر؟
لا هي شوف شغل بديناها معسكر الداخلية، وأكثر شيء لعبناه في فلسطين بحضور الجمهور. تعرف إنه كرة القدم بدون جمهور تاعك ما بتقدرش. كان إحنا الدعم الشغل تاعنا اللي عملناها خارج يعني في الميدان وفي المعسكرات اللي عملناها وفيها الدعم الجمهور يعني شكل رهيب إنه الجمهور الفلسطيني كيفاش يشجع المنتخب تاعه، يعطيه يعني إضافة نوعية أكثر من لازم، لأنه يعني فيه شعب يحب الكرة، شعب يحب المنتخب تاعه، شعب يحب البلد تاعه. يعني هادو صرنا زمان ما كانش عندنا ثقافة هذه تاع اللعب والميعب الملعب البيتي، ما كان فيه ثقافة. وبشوية شوية بفضل رئيس الاتحاد يعمل جهد كبير باش يصير يثبت الملعب البيتي هذا، صارت عندنا ثقافة إنه الملعب البيتي. شوية شوية بدينا نتأقلمه، وبدال يعني التبادل بين المنتخب والشعب اللي أعطى هذه الأمور الإيجابية، ومنها الفوز التاريخي اللي فزناه على 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 منتخب أوزبكستان. أظن هذا راح يضل في التاريخ إنه منتخب فلسطين فاز بالأداء وبالأداء وتكتيكيا وبدنيا وذهنيا على منتخب أوزبكستان، وعلى من أشهر مدربين اللي هم في العالم، يعني هم موندياليست يعملوا كأس عالم. يعني كان كواليس الفوز ده ازاي، او كان ساعتها توجيهاتك للعيبه في خاصة ان هيكتور كوبر يعني بيحب الكرة الدفاعية ومنها يقدر اللي هو يكسب؟ لا درسنا في خاصة في المباراة هذه درسنا مليح الخصم، يعني درسنا الخصم احنا كمدربين وكلاعبين. يعني كان عندنا وقت باش نعطوا لهم الحلول على حسب الامكانيات تاعنا. يعني ما واحد ما يتصورش انه كسبنا الكرة 80% ولا 70%، لا، لعبنا على حسب الامكانيات تاعنا وحسب ضد الامكانيات الفريق القوي. هذه الامور اللي اشتغلناهم بصفه يعني مليحه واعطتنا النتيجه. كان لاعبين مركزين وكنا في الظروف تاعنا، كنا في الظروف اللي توالمنا احنا. في الفتره الاخيره لاحظنا تواجد من لاعبي فلسطين في الدوري المصري ابرزهم محمود وادي، شايف مستواه ازاي تطور؟ المستوى محمود مادي تطور ازاي في الفتره الاخيره بعد انضمامه للدوري المصري لان دلوقتي طبعا مع نادي كبير اللي هو نادي بيراميدز؟ يعني التاريخ انت يا ممكن راك تحكي على محمود وادي في الفتره هذه، بس انا نحكي لك التطور تاع محمود وادي كي كان في الدوري الفلسطيني، اما كي كان في غزه وبعدين راح الدوري المحترف في الاهلي الخليل، وبعدين طلع للأردن، طلع رجع لغزة وبعدين طلع للأردن. يعني اللاعب هذا لازم يكتب كتاب على المشوار تاعه، لنحييه بالمناسبة ونشجعه بالمناسبة، وكل مرة نقول له عندك إمكانيات كبيرة، عندك إمكانيات كبيرة وين تقدر تصير. يعني ما نقولوش لاعب كبير بس هداف كبير، يعني فيه لاعبين وهو شغله مش لاعب كرة، هو لازم يكون هداف، يعني باش نفصلوا الأمور فيها كل واحد وشغله. يعني عنده إمكانيات كبيرة باش يكون هداف كبير، بده يشتغل أكثر. هو يعني عارف إنه بده يشتغل أكثر وبده يراجع نفسه كل مرة، يعني ونتمنى له التوفيق، وإن شاء الله في هذه الفترة. للأسف كان مصاب مرتين في آخر فترتين، كان مصاب مرتين في بداية الموسم وفي هذا الموسم المشكلة اللي صار له في كأس إفريقيا. عارف إنه إفريقيا مش سهلة، يعني إن شاء الله الفترة هذه راح يكون واعي، يعني أكثر وعي، ويأخذ الزمام الأمور هو كشخص خلاص. يعني لفترة التعلم خلاص، فترة الشك خلاص، هلا لازم اليوم لازم يطلع الفترة يثبت نفسه أنه كهداف. شايف إيه اللي ناقص محمود وادي عشان يكون هداف سواء المنتخب الفلسطيني أو هداف بيراميدز في الدوري المصري؟ شوف أنا خلاص، يعني أنا طلعت من المنتخب، يعني هو بده يعني ذهنيا نشتغل على المنطل تاعه ذهنيا، بس
ذهنيا ولا يزيد الشغل إله. يعني كيفاش يزيد الشغل؟ يزيد ساعات التدريب الخاصة كقلب هجوم، ويزيد يشتغل يريح راسه في يعني شغله. إذا كي يدخل الملعب شغله بس في الملعب، ينسى الأمور اللي تصير برا الملعب ويثبت نفسه يعني في الملعب. قلت لك شغله تهديف، يعني إذا بده يصير يعني في المستوى، يطلع في المستوى تاعه، يعني لازم يفكر أنه لازم يكون الهداف القاتل. يعني هذا القليل القلال اللي عندنا الهدافين اليوم في 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 في, في العالم. يعني الناس راه هذا الشيء اللي غشم غير موجود، هذا القلب الهجوم ولا القلب الدفاع ولا الحارس المثالي ولا هذا عنده إمكانيات، عنده القامة. كيف ترى غياب محمد الصالح الطويل وعدم مشاركته مع النادي المصري بورسعيدي؟ هذه ممكن هذه مشكل داخلي. في كان مليح محمد صالح، يعني هو كيرجع من التأهيل تاعه، لو كان أعطوا له الفرصة في النادي كان اليوم رأوا أحسن، لأنه هذا اللاعب مجتهد، يحب يشتغل، مجتهد كثير. يعني أنا دربته، أنا الأول اللي لعبته في المنتخب، يعني أنا أول اللي لعبته في المنتخب، مش أنا اللي جبته الأول في المنتخب. يعني نعرف الإمكانية تاعه، إنسان يشتغل كثير، وعارف أنه لو كان عطوله في الفترة هذيك الثقة كان يصير أحسن. رأيك في الأداء المنتخب الجزائري مع المنتخب الماضي؟ لا، هي أداء طوب، يعني ما نقدروش نقوله كلمة أخرى من غير كي جاء الكابتن جمال، يعني عمل شاف عارف، هو يعرف الكرة، إنسان يعرف الكرة، يعني عاشر الكرة الفرنسية ولعب في المنتخب الجزائري وعاشر الكرة الإنجليزية، لعب في إنجلترا وعاشر الكرة الخارجية، يعني يعرف الإنسان اللي عنده خبرة في هذه الكرة. يعني كي جاء عمل المنتخب في قلوا في ظروف مسكره، يعني مسكر عن المنتخب. شايف جائزه افضل لاعب في العالم والكلام عن صلاح وميسي ومبابي وليفاندوفسكي، شايف من الاحق بجائزه افضل لاعب في العالم؟ افضل لاعب في العالم يعني وين راح يشوف لك؟ راح يشوف لك اللي يربح شامبيونز ليج واللي يربح كاس العالم، صح؟ هذه الامور. وفي فوق اظن في امور ماركتينج، راح تكون فيها ماركتينج، يعني في حنايا يعني نتخيلوا كثير الامور، احنا نحلموا كثير. يعني يا اخويا للاسف سامحني، نحملوا انه محمد صالح، نحب محمد صالح يكون احسن لاعب في العالم، نحب محرز يكون احسن لاعب في العالم، ويكون السومة احسن لاعب في العالم. هاد اللاعبين اللي عندنا في المناطق حابين يكونوا، بس فيه واقع اوروبي وواقع عالمي، وقع في امور احنا ما نقدروش احنا راح نحكوا، وفيها في امور ممكن نحكوها مع بعض، هذا يستاهل معك. محمد صالح تعطي له كره في 18 متر تغمض له عينيه يسجلها، يعني. طب شايف مين افضل لاعب في افريقيا الموسم الجاي؟ ماني، صلاح، محرز؟ راح يكون اللي يربح فيهم الكاس هو اللي راح يكون، هو اللي راح ياثر واللي ياخذ الفريق تاعه للنهائي والكاس، هو اللي راح يكون احسن 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 لاعب. وما ننساش انه في كثير لاعبين من افريقيا السوداء هذه ما نحكوش عليهم، بس راح يطلع لك منه واحد ولا اثنين لاعبين هادو من قارتنا الافريقيه. انت برضو يعني لو ماني، صلاح، محرز، مين افضل لاعب فيهم؟ الاول صلاح ومحرز، والاول محرز وصلاح، يعني لا نحبهم في اثنين، يعني كل واحد عندهم ستايل، مش مساله جزائر ولا مصر ولا، يعني كل واحد ياثر في الفريق تاعه، ما ندخلوش في الامور، يعني كل واحد مؤثر في الفريق تاعه، وفيه في البروفايل تاعه مش نفس البروفايل. محمد صالح يدخل في العمق، ومحرز الاسيست، يعطي اكثر اسيست، يعني ياثر بالاسيست تاعه ومرات يسجل، واكثر شيء محمد صالح هو يسجل اكثر اهداف ويعطي الاسيست اقل اظن،
يعني فيه بروفايلات من بروفايلين مختلفين يعني. اذا انت شو تقدر تقول لي نحل ممكن يلعب نشوفهم يلعبوا مع بعض؟ طيب احكي لنا عن موقف صعب ما تقدرش تنساه عشته خلال تدريبك لمنتخب فلسطين. هي 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 شوف فلسطين يعني انا اعتبرها بلدي يعني. ناس تبنتني والناس احترمتني والناس دخلت في 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 بيوتها يعني في 8 سنين هذو كليت في ديورهم وناس عازميني يعني. موقف اللي يعني في فلسطين الموقف اللي حبيته كثير هو الوقوف تاع الاتحاد الفلسطيني وخاصه الاخ ابو رامي جبريل الرجوب رئيس الاتحاد في يعني شخصيا معايا كمدرب. والا في يعني كانت عندي شويه مرات قلت حكيت لك طردت المنتخب كانت عندي شويه مشاكل نقولوا شويه مشاكل عائليه يعني ما قدرتش نتواصل بين التدريب والعائله. ورغم كذلك عطاني كل الفرص وساعدني باش نحاول نلقى التوازن بين هذه الامور. في امور تعرف في شغلنا في اسرار يعني. انا من 95 مدرب يعني دربت في الجزائر دربت في فلسطين دربت هنا في فرنسا دربت في البحرين يعني انا شاهد على كثير من الامور يعني. في مواقف تبقى سرية احنا كمدربين يعني وفي مواقف نقوله مواقف سامعة بها كل الناس ممكن نحكيها يعني. نقول لك الأمور الإيجابية كي تربح يعني كي تربح وتعطي الفرحة للشعب الفلسطيني هذه ما ننساهاش. في كأس آسيا صح في كأس آسيا كنا قادرين كنا على قول واحد على فرصة واحد ورب العالمين يعني وخلقنا فرص باش نسجله وما سجلناش يعني. بالنسبة للأمور يعني في كتير أمور اللي ما نساهاش يعني. 8 سنين هذه راكي 10 يعني. إذا أنا عندي 24 سنة في التدريب عندي ثلث التدريب تاعي صار في فلسطين يعني. في أمور يعني كبيرة عشناها. أنا أقول لك الأمور الفرحة تاع اللاعبين المشاكل تاع اللاعبين. أنه نعطيك على سبيل المثال واحد لاعب وصول تاعه مغزة ما يقدرش يلتحق بالمنتخب هو عايش في الضفة وخايف ياخذوه العسكر إذا ثبت أنه ما عندوش هوية ولاعب في نفس البلد يعني. هذه الأمور يعني ما أنت في أنت ابن القاهرة وباش تجي من اسكندرية تروح تسكن في اسكندرية لازم تكون عندك هوية تاع انت مصري ولازم تكون عندك هويه مش حر باش تنتقل في بلدك يعني. هذه الامور كبني ادم وفي القرن 21 وفي 2021 يعني مستحيل العبد يتقبلها يعني. في هذه الامور الامور اللي تحكي عليها انا المشاكل اللي عانيتها ولا الامور المواقف اللي حسيت بها انه بني ادم مازالو ناقص في العقل تاعو فيه ناس ناقصين في العقل تاعو في الأمور الإنسانية هذو ما ننساهمش. في أمور يعني ما نقدرش نحكيهم في أمور الأسباب يعني الناس ممكن ما تحبش نتذكرها نحترم الأمور هذه. في أمور أكثر شيء أمور إنسانية يعني كنا في مواقف أنه ما تقدرش تعمل ولا شيء يعني. أنت يراك في لحظة سكوت يعني سكوت ما عندكش لا حول ولا قوة عليك يعني. أما يا كابتن شرفتنا ونورتنا وكان حوار ممتع كالعادة. الله يسترك الله يسترك خويا. شكرا لك ونحييك من جديد ونحيي كل الشعب الفلسطيني اللي كما قلت لك قضيت معاه أوقات يعني ممتازة. وزيد نحيي الشعب المصري اللي هو في القلب والأندية المصرية وخاصة متتبعين كرة القدم في مصر على ذكرى أنهم ناس يعرفوا كرة القدم المستوى اللي وصل فيه يعني في إفريقيا ولا في العالم. بعض اللاعبين المصريين هو خير دليل أنه المصريين يعرفوا الكرة وهي تاريخ في كرة القدم. ونحيي كل جمهور الرياضي اللي نتبعنا في كل بلدان العرب ونحييك من جديد أخي وشكرا لك على العزومة هذه. آخر سؤال، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟
نعم اهلاوي ولا زملكاوي؟ تشجعي ولا زمالك؟ شوف شوف، من زمان من زمان نحب الاسماعيلي، كنت نحب الكره النظيفه تاع الاسماعيلي، سامحني. من زمان تبعت الفريق الدراويش، كنت نتبع كل مره يطلع لك لاعب ولا لاعبين الاحسن في مصر، بعدين يروح للزمالك ولا يروح الاهلي، صح ولا لا؟ صح حقيقه. يعني بتشجع الاسماعيلي؟ خلاص، مش نحب نحب الاسماعيلي، يعني من زمان نحب التواضع تاع الفريق هذايا اللي يطلعك اللاعبين، يعني اللاعبين في المستوى. شاكرين جدا. بالنسبه للسؤال تاعك، الاهلي والزمالك على العين والراس، يعني انا مشجع الفريقين هذو، يعني الاهلي والزمالك كل مره يلعبوا، يا يلعبوا في الدربيات ولا نشوفوهم في 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 كاس افريقيا، رغم يكونوا ضد فرق جزائريه ولا، والله نستمتعوا بهم، لانه كي تسمع الاهلي والزمالك فيه نوع من الاحترام للفريقين هذو، احترام الفريقين هذو تفرض عليك انه تجلس وتتمتع وتشوف، رغم انك راح يلعب ضد فريقك انت تشجعهم، يعني بدون ما تحس يعني. تمام يا كابتن، شاكرين جدا ليك. شكرا، شكرا كثير. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، سلامة، سلام، مع السلامه.